شوفوا يا جماعة، أقوى مجموعة للبشرة. المجموعة دي أنا مش بعشقها، أنا بموت فيها، رهيبة يا جماعة. الهيرونيك بتاعها خطير، الكريم بتاعها رهيب رهيب، من هنا لمية سنة قدام، لأن معاها حمض الجلايكوليك أو الجلايكوليك، تركيزه عالي قوي قوي قوي، فبصراحة خطير، بيخلي بشرة رهيبة. أنا بحب تمام. فده قرب يخلص عندي الوقت من النهار، فلقيت عرض عشان اللي عاوز يلحق العرض دوت، لقيته شركة هدى منزلاه، يعني اتنين مع بعض ليل ونهار، بدل ما كنت باخد العلبة الواحدة بخمسة، خدت الاتنين مع بعض بسبعة وحاجة، 700، يعني في حوالي يعني دولار، مش قوي بس لا حلو، اللي زيي بيستعمله كتير. بالنسبة لي العرض حلو قوي، بس حبيت اقول لكم على العرض ده يا بنات، رهيب. واصلا الكريم مو طبيعي، كريم لوريال ده خطير، اللي هو ده بحمض جلاي كوليك تمام، والسيرم بتاعه خيال خيال خيال. الاول كنت بستعمل العبوه البنفسجيه، اللي هو العبوه اللي نفس اللون ده تمام، بس بصراحه من ساعه ما طلع دوت وانا بستعمله خيال، ولكن ما بستغناش عن السيرم برضو اللي بحمض الهيالورونيك من لوريال برضو بنفسجي، يعني بحبه بصراحه كتير قوي. وده برضو حلو، ده حلو قوي قوي، اللي هو سيراميد تقريبا، ده جميل، بس ده مش واخداه من هنا، مش من شركه لوريال، ده من موضه بس كده، بحبه كتير. يا رب ارحم امي وابويا واغفر لهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة يا رب، اللهم امين. استودعك الله، لازم تضيع ودعها.